يقول السائل: أنا شاب أريد طلب العلم، فكيف أبدأ وما هي الكتب التي تنصحني بقراءتها؟ أنا قلت لكم عدة مرات ما هو بالكلام على الكتب، الكتب ميسورة ولله الحمد موجودة، لكن الكلام على المدرس، المدرس الكفء الذي يستطيع أنه يوضح لك هذه الكتب يشرحها لك، فأنت اختر المدرس أولا، وإذا اخترت مدرسا ووفقت لمدرس فاهم فمسألة الكتب أمرها سهل ميسرة، والمدرس هو الذي يوجهك إلى الكتب التي يشرحها لك.